حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. مجددا نذهب بكم إلى سوريا، سوريا القصيدة دائمة النزف، سوريا التي تبقى حية في وجدان أبنائها وفي وجدان جميع أبناء الأمة التي تؤمن بلزوم بذل المزيد من التضحيات من أجل معانقة شمس الحرية. في هذا العدد من بيت القصيد يسعدنا أن نستضيف الشاعرة السورية أستاذة سميرة بدران. أهلا وسهلا بك في بيت القصيد أستاذة سميرة. أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بالجمهور الكريم، وتحية لهذه القناة ولكل العاملين بها. نشكرك على هذه يعني المقدمة. وفي البداية وقبل أن نذهب إلى الشعر، دعينا نعضد هذه الحلقة بسيرة ذاتية قصيرة بما لا يزيد عن دقيقة للشاعرة سميرة بدران من سوريا، تفضل. بارك الله فيك. طبعا سميرة بدران شاعرة من الفرات، من دير الزور، عضو اتحاد كتاب عرب سابق، عضو جمعية الشعر في سوريا أيضا سابقا، عضو لجنة تمكين اللغة العربية الفرعي في مدينتي، وعضو لجنة تراث، حاصلة على الماجستير في الأدب العربي. أصدرت 5 مجموعات، 4 شعرية والأخيرة نثرية. نعم. يعني حينما قامت الثورة انخرطت في الثورة، لذلك يعني خفت حركاتي قليلا بخصوص الشعر وبخصوص الكتابة. لكنك حاضرة اليوم شاعرة بوجودكم سورية مجيدة. ربما أخذك الآن إلى سيرة مختلفة نوعا ما، إلى سيرة جرح. وحينما تحضر كلمة جرح في ذهن الشاعرة سميرة بدران ونطلب منها تلخيص سيرة جراح معينة، ما الذي ينتابك فتفضلي الحديث به؟ تفضل. يعني الجراح كبيرة جدا 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 يا أستاذ، يعني الجراح قديمة وحديثة. نعم. قديمة قبل 2011 وحديثة أيضا منذ 2011 وحتى هذه اللحظة. الجراح تكبر، المجازر تكثر، الدم يسيل، لذلك يعني أحيانا حتى تصبح الرؤية ضبابية. نعم. أمام شاعر يشعر بشفافية وبحس شديد تجاه الدمعة وتجاه نقطة الدم، يعني هذا جرح عميق لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، لذلك يعجز ويقف الشعراء، غالبية الشعراء الذين يكتبون فعلا بحسهم وبضمائرهم وباندماجهم مع الجمهور أحيانا يتوقفون عن الكتابة، لأن هناك ألم ووجع عميق جدا يمنعهم من ذلك، ويرون أن كل ما يكتب لا يمكن أن يعبر عما يحدث في الساحة وفي المشهد. نعم. بعيدا عن سيرة الجراح الممتدة، ذهابا إلى سيرة من نوع آخر، إلى سيرة أمل لا يمكن أن يموت. ما هو الأمل طبعاً الذي يحضرك الآن؟ الأمل الذي يحضرني الآن أن يتحقق النصر على كل الطغاة والمستبدين. نعم. وأن يقف الجمهور والشعب متكاتفا ليبني بلاده التي دمرها هؤلاء المستبدين. يعني هذا هو الأمل، الأمل بالانتصار، الأمل بتحقيق أهداف الثورات وأهداف الربيع العربي الذي قام ولن يقعد. نعم. حتى ينهي كل الطغاة. تعرفين أن هناك حركات في العراق تمخضت عن ثورة واسمها ثورة تشرين، لا تزال أصداؤها حية في الشارع العراقي، وأنت الشاعرة السورية التي تنتمي للفرات، هذا الفرات الذي يصل خاصرة سوريا بالقلب العراقي. نعم. وحينما تتحدث الشاعرة بروحي إنسانة تنتمي إلى هذا الجرح العربي، نعم، ماذا بإمكانك أن تقولي عن العراق في ظل الحركات الحالية؟ يعني أنا لدي قصيدة وأحبها كثيرا. قبل القصيدة أود أن أستمع إلى رأيك كشاعرة فيما يتعلق ببحث الشباب الحر اليوم في العراق عن الحرية التي افتقدوها زمنا. نعم، الحرية ستتحقق طالما أن الشعب قام ليحقق هذه الحرية. نعم. كان طالما أن الصوت أصدر هذا الصدى العميق الذي هز العالم، يعني حاليا
كل العالم هناك تغييرات كثيرة في الإيديولوجيات، في النظرة، في كل شيء. فطالما هذا الصوت لاقى هذا الصدى العميق سيصل هذا الصوت. إلى افتتاحيات القصائد، ما القصيدة التي تفضلين افتتاح هذا العدد من بيت القصيد بها؟ لك حرية الاختيار، ومن أي ديوان شئت، يعني من أي طبعة، ومن أي إصدار. ما شاء الله إصدارات عديدة، أنت قادمة إلينا وجاهزة على ما يبدو. نعم يا أستاذ، تشنيف آذاننا بجميل الشعر وجميل القصائد. تفضل. يعني أنا طبعا أنتمي إلى الفرات، الفرات الذي أعشق، والفرات الذي يسري في نبضي كما يسري الدم وكما يسري الأكسجين. تفضل. أحب أن أبدأ بالفرات. وليكن، خير بداية. القصيدة طبعا بعنوان قد تشابهت المدائن. قد تشابهت المدائن. فض يا فرات، فض يا فرات، أنا التي ضيعت من زمن وها قد عدت، فافتح حيزا كي أرتمي مثل الحقيقة في يديك. فض يا فرات، فما ألذ الموت إذ يزهو اقترابك في اقترابي، حزن يغلفني فيجهش خافقي، وتضيع كل قبائلي في الماء تبحث عن سدود راودت زمنا فضاءاتي ولم تظفر بغير ندى الغياب. فض يا فرات، افتح ذراعيك احتضني، قد تشابهت المدائن في الملامح والفضائح، لم يعد في الريح متسع لنركز فيه ألوية ونعلن فتحنا الوهمية. آه ثم آه ثم آه يا وطن، أي السياط أرد عنك، أي السياط، أي السياط أرد عنك، وكيف أمسح دمعتيك، وكيف أبكي والبكاء له ثمن. الوقت يجنح للسراب، نرنو إليه مهللين وليس يأتي بالعجب، فالنخل نخل في العراق، والأرز أرز في الجنوب، والقمح يضحك من سذاجة شعرنا الهدار في زمن الخرافة والغضب. الله، كل يصوب سهمه ليصيب باباً أو يمد إلى المدى منه مخاضاً من لهب. ورتاج بابك يا مدينة، ورتاج بابك يا مدينة، أغلقته الريح في وجهي، فكيف أطال بعض الوقت كي أدنو وأغرق في التوجع والعتب. وأقول في حزن وداعاً، وداعا يا بلاد الورد، يا أقمار يثرب، يا حدائق بابل الغناء، يا كل المساحات التي رقصت على إيقاع أمجاد الفتوحات وغنت في طرب. عفو الفرات، عفو الفرات، فلم يعد مجد هنا، وفاض القهر مزهوا هنا في كل ركن بعد أن مات العرب. هل بعد هذه الميتة من صحوة، من ولادة لحرية قادمة يقودها ويساسها أحرار يعرفون الطريق نحو الشمس جيدا؟ في النهاية لا يصح إلا الصحيح. يعني السلطات التي أو السلاطين والسلطات الذين يحكمون الآن كلهم سيسقطون إن كانوا مستبدين، وهم مستبدون، يعني غالبيتهم مستبدون، لا أبرئ أحد. ما الذي ينقصنا كعرب كطامحي حرية حتى تتحقق هذه الحرية؟ ينقصنا الساسة يا أستاذ، يعني نحن كشعوب، يعني الله عز وجل نزه الشعوب، نزه الشعوب العربية، يعني نزه هذه الشعوب التي تطالب بالحرية. ولدنا أحرار، نحن خلقنا الله أحرارا، لماذا نصبح عبيد؟ لماذا نكون عبيد للسلاطين؟ نحن حينما جئنا من العدم يعني كنا أحرار، يعني خلقنا الله بكامل حريتنا، حتى الله عز وجل خيرنا ولم يجبرنا.
لذلك يعني حينما يأتي الكرسي أحياناً يا أستاذ، الكراسي والمناصب أحياناً لها بريق يأخذ من يجلس عليها بعيداً. لذلك غالبية السلاطين حتى حينما كانوا جيدين، حينما أخذوا على عاتقهم ساسة الشعب أو سياسة الشعب، تحولوا إلى الأسوأ. هذا الشعب لا يقبل العبودية، لذلك سيحصل على حريته إن شاء الله. أحسنتي. فيما يتعلق بذاكرة الأوجاع المعشوشبة في العميق الدمعي داخل هذا الإنسان الموجوع، لابد أن هناك دموع تختزنها الذاكرة الدمعية والجمعية لدى الشاعرة سميرة. أبرز هذه الدموع التي لطالما أرقتك ولا تزال. يعني الدموع كثيرة يا أستاذ، يعني الدموع إن كانت على مستوى الحياة العامة أو الحياة الخاصة، يعني الدموع على المستوى العام، يعني حينما تجد نفسك مقيد لا تستطيع أن تقول ما تشعر به، حينما تجد أنك في مكانك وغيرك يتقدم وهو فارغ، حينما تجد نفسك وقد حرمت حتى من التعبير عما يجول في داخلك، ماذا تفعل؟ يعني هذه المآسي الداخلية العميقة التي تشعر بها، حينما تشعر أن شعب ما في مكان ما ينتمي إليك بالدم وينتمي إليك حتى بالجغرافيا، ولا تستطيع أن تمد يد العون لهذا الشعب وهؤلاء الناس، ماذا تفعل؟ يعني حينما أنا بالنسبة لي بصراحة أرى الدم وأتابع طبعاً عن بعد حالياً، كنت قريبة جداً من الحدث ومن المشهد، ولكن شاءت الظروف أن أخرج هاربة، فأتابع على مضض، يعني أتابع عن بعد، ولكن الموت أحياناً يخنق الإنسان حتى يشعر يعني أنه يعني بصراحة يتمنى الموت، يتمنى الإمحاء أمام ما يحدث وأمام ما يجري وأمام هذا الذل وهذا الإجرام وهذا الاستبداد وهذا القتل وهذا التطاول حتى على القوانين الدولية، على الشرائع السماوية، على كل شيء. لذلك يقف أحياناً الشاعر عاجز أمام هذه الأمور، يعني ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ حتى تعبير بالكلام أو بالكتابة قد لا يحتوي هذا الحدث. وربما استطاع هذا الشاعر بقصيدته أن يترجم جانباً من هذه المعاناة ويوثق شيئاً من هذه الدموع. نعم. ستأخذيننا هذه المرة دموع إلى دموع الأمل. سأأخذكم. إذا كان لابد من دموع فحبذا إن كانت دموع فرح. هي يعني دموع فرح ستأتي، ولكن الآن دهنا نفرغ ما لدينا ما في جعبتنا من الوجه. لكن ما تحبين تفضل. هناك قصيدة للعراق الحبيبة وهي بعنوان لوزية العينين. تفضل. تنسل عبر جراحنا لغة، تترجم كلما أعيا دم اللهجات، تجعل من جموحك أبجدية، وتضيع فينا شاهرا حمى الحقيقة، كاسرا طوق الحدود الآدمية. أواه يا دمنا، أواه يا دمنا، ويا لحما تلوث بالحروب وبالمجاعات الطويلة والرصاص، أيا عراق أيا عراق، قد تاه فينا الدرب، تاه ربيعنا الموعود، فاض جنون لهفتنا وأتخمنا رجاء هده التيار في زمن التسلط والسيادات التي امتدت تلف وجودنا بالذل كي تخبو الشموس اليعربية. يا معقلا للعز، يا معقلا للعز، يا سيفا يحز دماءنا، يا كبرياء بحجم هذا الكون، الله، يا وطنا توغل في الجراح خناجرا، وامتد من أقصى حدود الضاد حتى آخر القرآن والإنجيل والتوراة. أمد أشرعتي وأبحر في انكسارك، قد يفز بي احتراق
مترع بالوجد يقهرني، أمرغ حسرتي بصديد سبيك، أنحني لنخيلك المعجون بالكبر المسيج، بالعناد المر، بالشمم البهي، وبالتفرد آن يزهو النخل ممتشقا عواصفه، وينصب ألف مشنقة لمن جاءوا وللطاغوت والخيبات والعثرات والآهات والأوقات والأصنام، وهي تمد شهوتها ليدخل فاتح الوقت المتوج بالدماء، يمر في أفق من الليمون والزيتون، يوغل في الدخول، يفيض مشتعلا ومنتفضا بأغنية يلفعها الحصار، ولهفة قد زنرت بالريح والبارود والدفلى، لتزهو أرزة تختال طافحة ملونة بطهر العوسج المسفوح بعد مواسم الألم. يا واحة للمجد قد تهنى ومادت في توجهنا الطريق، ولم يزل هولاكهم يغزو المتاحف، يسرق التاريخ ما زلنا نباح ووقتنا لهم، فهبا يا بهي كسيف دولة قاهرا زمن الرجوع وماخرا مدن الجحيم، واحفظ لوجه عروبتي ما قد تبقى من رذاذ حافظ للوجه والجم، كل ألسنة الجهالة والهزائم والدخان، واكتب قصيدتنا وقل ما لم يقله غدا تفاض إباؤهم كذبا بيان العنفوان. بدأوا وما بدأ الرهان، وأنا وأنت موزعان مشردان من الزمان إلى المكان، من المكان إلى الزمان. أواه بعثرنا اليباب مكللين بعارنا وبقيدنا، وبلا حياء بلا حياء بلا خجل نتقاسم الأدوار، ننتظر الجنازة كي ننوح على القبور متوسلين وطامعين، يجيء نوح محملا فوق السفينة مجدنا ويجرنا لذرى السعادة والنعيم. أواه يا بغداد آه، أواه يا بغداد آه، أواه من روح توزعها التجاهل في ثياب الانتباه، أواه من آت انكسارك في تباشير احتضارك، في انكفائك وانطلاقك، في ابتهاجك أو بكائك، في الذي لم يبدو بعد من التوهج والتألق والحضور. بغداد كيف يكون يا لوزية العينين، بغداد كيف يكون يا لوزية العينين في غدك النشور. طبع هذا النبض المنتمي إلى جراحات الأمة، إلى جراحات بغداد الآملة خيرا في هذا الحراك المتواصل، ولا فضفوك شاعرتنا الكريمة. بارك الله بك، بارك الله بك أستاذ. شاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة هذا المساء الذي يطيب بحضوركم وبحضور ضيفتنا هنا في الأستوديو الشاعرة سميرة بدران من سوريا. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. نار فنار، يا هناء فجنة، ممن تحكم بالفؤاد فجنة، من شوق هاتفه الذي كابته باتت سلاما، لو يحاول رنه نار، ونار الحب لو حكم القضاء فرد بتشريع الغرام وسنة. هذا الهيام
برغم حادثة الجوى، كم كذب العشاق فيهم ظنه تغفو العيون على جرار دموعها كي تستفيق على اخدرار الوجنة. وكأنك الحبلى بوجد مريمي الأمنيات ومن عفافك كنا، وكأن إلفك والنجوم مقامه قرباه في وصل المحال. وكأن سؤلك يا هنا قد علقت، وكأن سؤلك يا هنا قد علقت لهفاته باب الشحيح المنة. فلتعذري ألفا وزيدي مثلها على الظروف، وربما ولأن وتصبري يا سبع فاتحة القصيد غدا يعاود كي يبسمل فنه. ولترفعي كفيك عن رمح الهوى، فالله مكن من ضلوعك سنة. الله الله. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. نذكركم ضيفتنا لهذا العدد من بيت القصيد هنا في الاستوديو معي الشاعره السوريه الكريمه استاذه سميره بدران. استاذه سميره، مجددا على الشاعر ان يصدر احاسيسه الصادقه الى مختلف الجراحات المنتشره على امتداد الخريطه العربيه الواحده، والا كانت مشاعره ضيقه اذا انحصرت فقط على بداخل حدود موطنه والبيئة التي ينتمي إليها. هل تتفقين مع هذا الرأي؟ مؤكد أستاذ مصطفى. يعني الشاعر عبارة عن كتلة شعور، يعني الشعر تحديداً إن لم يكن يعبر عن آلام الشعوب يعني ليس بشعر، ولا يمكن أن نضعه تحت خانة الشعر. فالشاعر يحس بالآخرين، يشعر بآلامهم، يحس بالشعوب الأخرى، يعني بآلام الشعوب، لأنه أيضا يعني قد يعكس هذه الآلام على وضعه. نعم. أي إنسان حينما يقرأ أي قصيدة إن لم يطبقها على نفسه ويشعر بها لن يقرأها ولن يتعاطى معها. لذلك أنت يجب أن تترجم آلام الناس، آلام الشعوب الأخرى، أوجاعهم، أحزانهم، يعني الكثير من الأمور التي يجب أن تكون حاضراً فيها في كل ضمير أو في ضمائر كل البشر. جميل هذا المعنى. أفهم من كلامك طبعاً أن مثلاً يعني إن تألم أحد في العراق يجب أن يتألم الشاعر، وهذا واقع في سوريا. إن تألم أحد في غزة أو في فلسطين أيضاً فهذا واقع. هذه هي وظيفة الشعر، وما يؤكد أننا أمة واحدة تمتد تماماً بينها علاقات وأواصر أخوة وروابط دم حقيقية تماماً، وليس تعاطفاً فارغاً. تماماً. يعني لي قصيدة في غزة طبعاً. نعم تفضل. أحب أن أقرأ إيه؟ وغزة طبعاً هاجس كل العرب. تفضل. ماذا سيقرأ لدمي هذا المساء؟ ماذا ترى يروي؟ وأية نشرة يتلو؟ وقد فاض التوجع حائرا ما بين غزة والحبيبة كربلاء. ماذا يحدث أو يقول عن الرجولة وهو يبصرها تغد إلى مذلتها وتفرح بالذي يرمى إليها من قشور الكبرياء؟ لا، لم يعد في الحي عنترة، انتهى زمن البطولة، واستطاب رجال عبد المال ما أهدى لهم ذباحهم من ذل مجد سابح في نهر خوفي. ماذا سيقرأ لي دمي؟ ماذا سيقرأ لي دمي؟ لا وقت في روحي لأنهض نحو ليل قصيدتي وأضيء ما قد غام من أوجاعها وأضمه في شكلي طيفي. هي غزتي خنساء كل مدائن الدنيا
ووجه جمل التاريخ بالتوق المعطر بالدماء. خلعت ثياب هدوئها ومضت يسايرها علاها، قرأت وقد أذن الحبيب لها مفاتن ما تخبئ من روائع في رؤاها. ومشت إلى الموت الجميل، مشت يبايعها البنفسج صاغرا ويسير ورد في خطاها. هي لحظة، هي قبلة، ودم يسافر في شرايين العناد، هي آية أخرى تضاف إلى عذوبة ما تقدس في كتاب الله من آي الجهاد. هي لحظة، هي قبلة، ودم يسافر في شرايين العناد، هي آية أخرى تضاف إلى عذوبة ما تقدس في كتاب الله من آي الجهاد. هي غزة وقيامة أولى تقول أنا الحقيقة لم أمت، ما زلت صامدة هنا وأزف من قصف لقصفي. ما زلت رغم الصمت رغم تآمر الشرفاء واقفة هنا في منبتي وأسير من حتف لحتفي. هي غزتي وأنا ابنة الدم المحاصر في العيون، أتيت من دفلة ومن شكوى سيوف يعربيات تآكلها الصدى. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ومن أحرض كي يفز لنصر من جعلوا الدماء لهم طريقا للوصول إذا إلى حدائق لا يفيض بها ظمأ؟ هم يذبحون ويبعثون وينهضون ويكتبون بحبر ما تهدي البنادق من خلاص فيه يبدأ مبتدأ. هم يذبحون ويبعثون وينهضون ويكتبون بحبر ما تهدي البنادق من خلاص فيه ينهض مبتدأ. هي غزتي، هل قلت أنهكها الحصار وهل تمشى في أزقتها التعب؟ هي أمة لم تمتثل للموت، نهر من صمود لا يشاكه أو يجارى، وقفت بوجههم كما يقف الأبي الحر، خلتهم حيارى. هي أبجدية غيثنا، هي نرجس الأحلام، قربان الشهادة وانبعاث النبض في شفة الرؤى، حين الرؤى تمشي وتبحث عن أثيرتها الأميرة في العذارى. هي نصر سيف لا يهادم حين تدعوه الخطوف، ووراء غزة إن مشت تمشي ملايين السيوف. ووراء غزة إن مشت تمشي ملايين السيوف. متى ستقف هذه السيوف؟ أم أنها يعني تحب أن تبقى مثلمة يأكلها الصدأ؟ أبدا، السيوف ستقف، ولكن حينما نتخلص من السيادات والسلاطين المستبدين الذين يقبضون على أنفاس الجماهير. رسالة الشعر الخاصة إلى الشاعرة سميرة بدران، باعتقادك ما هي الرسالة التي يطلبها الشعر منك؟ أن أقف مع الحق والعدل. لا أقول أن أكون مثالية، المثالية لا يمكن أن يحصل عليها أي مخلوق على وجه الأرض. نعم. ولكن أن أندرج في هم الناس، أن أشعر بالناس، إن لم أشعر بالناس لن أستطيع أن أتصنع الشعور. يجب أن يكون شعوري حقيقياً وداخلياً، أن أتألم كما يتألم فلان في الشرق وأتألم كما يتألم فلان في الغرب، وأن أشعر في هذا الألم. بعيداً عن الرسالة، انتقالاً إلى الرجاء، ما هو الرجاء الشخصي الذاتي الذي تنتظرينه من الشعر؟ ماذا تريدين منه كي تشعري بشيء من الإنصاف؟ أن أستطيع فعلاً وبالفعل أن أصف ما يجري، أن أوصل هذا الشعر وهذا الصوت وهذه المشاهد، أن أوصلها إلى العالم الآخر الذي لا يشعر بنا، ذلك العالم الذي اكتفى
يعني أموره الخاصة واكتفى بحياته وبرفاهيته وأعمى عيونه عن عما يحدث إن كان في الدول العربية نعم. التي يجري حاليا فيها أو تجري فيها كل هذه الثورات الجميلة. إذن رجاؤك الذاتي من الشعر أن يظل رفيقا لك طبعاً. فهذا هو الهدف طبعا. حتى الموت حتى آخر الأنفاس يجب أن يكون عندي القدرة على أن أقول، لأنني إن لم أقول شيء لن يخرج صوتي من حلقي يعني بصراحة. طيب الله أنفاسك ومد بعمرك ودامت هذه الأنفاس تخرج منافحة مكافحة في سبيل الحق وأهله، ونحن بدورنا الآن لابد أن نخرج إلى فاصل، ما رأيك؟ مشاهدينا الكرام الآن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى من بيت القصيد، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا الآن مرة أخرى، نذكركم ضيفة هذا العدد المتميز حقيقة من بيت القصيد هي الشاعرة السورية أستاذة سمير بدران. مرحبا بك مجددا في بيت القصيد. دعينا نتحدث الآن عن فكرة الإصدارات. نعم. باعتقادك هل الإصدار عبارة عن مجموعة شعرية يعني تتكون من عدد من القصائد، ما هي عبارة عن قطعة من روح الشاعر تمثل مرحلة ونضج في التجربة ورسالة ينبغي أن تعود عليه بنتيجة من الجمهور؟ لا. لا مؤكد، يعني هي كما قلت هي قطعة من مني شخصيا. يعني أنا حينما أصدرت مجموعتي الأولى بالفعل يعني سعادتي كانت كبيرة جدا 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 أنني أنتجت هذا المولود، يعني أعتبره مولود بالنسبة لي. ثم الثاني فالثالث فالرابع فالخامس، يعني هم مواليد، هم أبناء الشاعر. ولكن هناك مسألة، يعني أنا حينما أنتج أو حينما أصدر هذه المجموعة فأنا لا أقول أني تخليت، ولكن بالفعل أنت من حق الجمهور أن ينافح وأن يناقش وأن يحاور وأن ينتقد إن كان بالسلب أو بالإيجاب عن هذه المرحلة، لأن كل مجموعة وكل كتاب تصدره هو يعبر عن مرحلة مررت بها. تنضج هذه الكتب بالفعل كلما تقدم بك العمر وتقدمت بك الكتب. يعني أنت في الكتاب الأول مثلا، أنا في الكتاب الأول لست كما في الكتاب الرابع شعريا، لست الرابع شعريا، يعني كان ناضجا، أنا أشعر بأنه ناضجا أكثر. ثم هناك بعض العقبات التي يجب أن تتجاوزها وتتعلم من سقطاتك مثلاً في الكتاب الأول، الإصدارات السابقة. يعني مثلاً الكتاب الأول كنت واضحة تقريباً ومباشرة وعفوية، الكتاب الثاني ازدادت حيطتي أكثر، الثالث أكثر، الرابع اتجهت إلى تعميق الصورة، تعميق الصورة والاتجاه الفلسفي نوعا ما والرمز، خاصة وأن خطي بالعريض وضح أمام السلطات وبدأت المتابعة، احتجت إلى الكثير من التعمية يعني بصراحة. لذلك يعني واللبيب تكفيه الإشارة إذا من وراء النص الذي تكتبه. تماما. لذلك كلما تقدمت بك الكتب كلما كنت أنضج من السابق. كيف تنظرين إلى الشاعر الذي يتنصل من وجع بلاده فينشغل إما بذاتيته الخاصة أو ربما ينشغل بغيرها من الموضوعات التي ربما لا تهم العوام من أبناء بلده المعذبين؟ ماذا تقولين بمثل هؤلاء؟ يعني هذا شاعر منفصل عن ذاته ويعاني يعني بصراحة. يعني الشعر
الشعر حينما وجد الشعر لم يوجد ليرفه عني، أو يعني هو نوع من البذخ والترف، وأبداً أبداً أبداً. يعني الشعر ليس للشعر، والفن ليس للفن. هناك مهمة وهناك وظيفة يجب أن يقوم بها هذا الشعر وهذا الفن. إن لم يقم بهذه الوظيفة فهو يعني فارغ المضمون، فارغ المضمون تماماً ولا قيمة له، مثل الدمى التي لا روح فيها جامدة تماماً. ثم يعني التاريخ لن يأخذه على محمل الجد، ولن يسجل أو يدون في سفر التاريخ أبداً. أحسنتي. بعد أن تقرأي علينا النص الجديد سنذهب إلى سؤال خفيف من نوع مختلف. سأطرح عليك 5 مفردات. نعم. تعطينني رأيك الذاتي وتفسيراً ذاتياً يمثلك لهذه المفردات، ولكن دعينا قبل ذلك أن نستمع إلى القصيدة الجديدة. إن شاء الله سنقرأ منها. لك أن تختار النص الذي تحبين، تفضل. يعني هناك نص ما عنوانه؟ هو يأخذ عنوان الكتاب، تجليات. نعم. في حضرة عشتار. يعني عشتار طبعا نحن نعرف هذه الأسطورة التي نعم. تمثل بين العراق وسوريا، أو بين دير الزور والعراق. تفضل. وهذا يعيدنا إلى ما قلت يعني قبل قليل، من أن الشعر أحياناً يلجأ إلى الغموض، بعض الغموض وبعض التعمية. تفضل. خلعت قميص بهائها توقاً لدفء وانعتاق، رسمت وقد طفح الترقب وردتين على مسار حبيبها، ومضت يرافقها كسار ذابح ويحف لهفتها احتراق، ودنت من الفجر الندي زه افترار دافئ للثغر، فاضت بين عينيها وأزهار المدائن تمتمات، وارتمى فرح معنى واستفاق لذيذ آه. عشتار أغنية البنفسجي، طفلة الفرح المصادر، تشعل الآن القصيدة، تستحم برقصة أولى وتركض في مفاوز من عناء. عشتار منطلق ونافذة، تطل من البكاء على بكاء. عشتار ملحمة البراءة في احتفال الموت، سيدة الهطولات الأثيرة حين تبخل بالهطول الحلو أبواب السماء. عشتار بدء تفتح للورد في جسد الحدائق، دهشة تحلو وروح لا تتوق لغير ما تهدي، لغير ما يهدي لها تموز من نعمة، وما يزجى إذا سمق الحنين إلى مرابعه الحنان. عشتار تقرأ ورد لهفتها، تمد إلى التواصل خيطها الذهبي، تهمس من يجيء ومن يضيء، إذا غزا عتم فضاءاتي، ومن يدني من البلور في الأحناء سوسنة ليحتفل المكان. هي لحظة للخطف أو للنزف أو للحتف، تفتح حلوة العينين دفترها وتقرأ، قد يعود كما تود الروح محمولا على كفين من ألق، ويدخل في اكتمالات الضياء. هي لحظة ويشع في بوابة الذكرى غناء لا يدانيه غناء. عشتار سيدة العذوبة تبدأ الآن احتراقا دافئا، لتعيد رسم الوقت يطفح موجعا فينا انكسار الكبرياء. يا الله. خلعت قميص سنائها، تاقت لمطلقها المعلق بين بابلها وغضبة كربلاء، ومضت إلى ما يشتهى من آه قاتلها الذي يزهو بألف ردن
ويعبق بالتجدد ناشرا أوراق عودته على فرح الدماء. أي الفجائع سوف أقرأ؟ أي الفجائع سوف أقرأ؟ أي سفر دافئ للموت أعبر؟ أنا ترتعش الأماني في انكسارات الفرح. عشتار زهو ما حنى رأسا لغير الورد أو غنى لغير تفتح الألوان في قوس القزح. ماذا سأقرأ هذه اللحظات سيدتي؟ وماذا قد أقول؟ عز البكاء ولم يعد غير التوجع شاهدا عذبا، ولم يعد غير التوجع شاهدا عذبا على وجع الضياع يفيض في وجع الطلول. أشتار مر في دمي طعم الفجيعة، ذابح نصل الكلام، مروا على جسدي استراحوا فوق أضلاعي، بكوا حتى بكى لبكائهم وقتي وباح بما تجمع فيه من وجع الغمام. أحتاج وقتك، أحتاج وقتك يا أخية، أرتمي آهاً على أهداب وردك، أحتسي وجعاً وأفرح ثم أركض في براريك ابتهاجاً عاطراً بالحزن أهمس. ها أتيت، ها أتيت، فهل قرأت دمي ملاكاً عند قربان اشتعالي وانطفائي؟ أحتاج وقتك كي أعير الريح سوسن خاطري لتفز عابقة بآلائي وفيض دفيء ناري. أحتاج وقتك كي أقامر بالهطول وبالدخول إلى جنون جارح عذب هناك وراء ما يخفي انكسار جل نار. أشتار يذبحني انتظاري، أشتار من يطفئ واري؟ أشتار يذبحني انتظاري، أشتار من يطفي أواري. أواري جميل، هذا الاشتعال، هذا الحريق الذي أعاني منه كشاعرة، كعشتار التي تقمصتها. إلى المفردات الخمس الآن بعد لفظ فوك شاعرة الكريمة. المفردة الأولى، الدرب، ماذا تعني لك؟ الدرب طويلة ولكنها في متناول. الوثيقة، براءة الذمة. العنوان، أمام الجمهوري طبعا، أمام الجمهور. العنوان، العنوان يعني قصيدتي، عنواني. النهر، النهر رفيقي وحبيبي ويجري في نبضي. القلق أنيسي الدائم وصديقي ورفيقي. بالقلق، القلق يتواصل حرص الإنسان المسؤول حامل الهم، أليس كذلك؟ طبعا، إن لم تقلق وأنت مرتاح في كل ما تفعله فلن يعني لن تحاول أبدا أن تصلح مسيرتك أو أن تقوم ما تفعله. شاعرة سميرة بدران، للأسف أوشك الوقت أن يدركنا، ولهذا نريد نصا قصيرا يمثل مسك ختام لهذا العدد من بيت القصيد. نريد قصيدة قصيرة منك تكون مسكا للختام، تفضلي. بارك الله بك. أواه من دمع يشاكس فرحتي ويصوغ فيروز المسافة بيننا ويلم مبتهجا بقايا ما تركت من الحروف هنا على شفة الكتاب. يجتاحني الآتي يفيض بكل ما تخفي من الرغبات دافئة الرغاب. قلبي على روح يلوعها لهيب الوقت يمنحها براءات التواصل والتكامل والتجلي حين يفجأها الإياب. أتابع. نعم، هو بعض جرح فاض مبتهجا وأطلق لوعة وبكى وغادر في سؤال ليس يسعفه الجواب. هو أنت، وأنت
متسع يراوغ ماء أغنيتي، فأسكب كل ثانية بياضي، يدخل الحلم القتيل ويرتمي هرما هنا في مد متسع العذاب. هذا هاجسي يا أستاذ. يا إلهي، متى سيكتب لهذه الأمة خلاصا أو خلاص؟ ما الذي ينبغي أن تقوم به كخطوة أو كخطوة أولى على طريق الحرية؟ هو أول شيء يعني بصراحة الصدق والاتحاد، يعني حينما تتوحد الكلمة ويتوحد الهاجس ويتوحد الضمير العربي دعنا نقول، حينما يتحرك ويعود إلى النبض مرة أخرى، ستتحرر هذه الأمة وستجد الشعوب طريقها إلى الخلاص. أمنيتك للعراق؟ أمنيتي للعراق هي نفس الأمنية لبلدي، يعني بصراحة الحرية. نعم. الحرية والعودة إلى ما كانت عليه العراق من النشاط ومن المدنية ومن القوة ومن المجد والرفع. ومن المجد والرفع. نعم. شارتنا سميرة بدران من سوريا، من دير الزور، هذه المدينة الشاهدة على العلاقة الممتدة ما بين العراق وسوريا، علاقة الإخاء والمصير المشترك والواحد. للأسف نفد الوقت ومر سريعا، أتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة مجددا في أوقات لاحقة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على تشريفك أستاذ مصطفى، وبارك بكل العاملين في هذا البرنامج الجميل. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقتكم وبمعية شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.